السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله في اطيب الاحوال. الوصفه ديال اليوم هي وصفه ديال اصابع الطاقه كيف ما كنقولوا ليها، او طروفه ديال الطاقه وكيف ما بغيتو تسميوهم، ديال السكر الطبيعي بالفواكه الجافه وبالحبوب او داك الشيء اللي كنتوفر. فانا في هذا الفيديو درتها باربعه ديال الحوايج غادي تشوفوهم معايا هنا. صراحه زوينين بزاف، وتقريبا في العام كله هادو ما تيخطاونيش، يعني اون فوا كيساليو كنعاود نديرهم عاوتاني، اولا بقيت شحال ما درتهمش ولادي كيطلبوهم ليا. يعني زوينين وصحيين، ماشي بحال اللي كيتشراو في برا كيكون فيهم السكر وتيكون فيهم الجلوكوز وتيكون فيهم داك المواد يعني اللي ماشي صحيه. فكيف ما كتشوفوا انا جبت هذا السكر ولا تيقولوا له الجاغري. هاد الجاغري هذا واحد السكر طبيعي كيستخرجوه من قصب السكر، عصير قصب السكر يعني الطبيعي الغير المكرر، تذوبوه اولا داك العصير كيبقاو يسخنوه حتى كيتقال، بحال قلنا حنايا العسل فاش كنطيبوه وكنتقلوه نفس الطريقه. دونك كيشكلوا منه هاد الكويرات وكيبيعوها في الاسواق. فانا شديت هذا السكر هذا قطعته مزيان يعني باش نعاونو انه يذوب فوق المقله، وكيف ما كتشوفوا هرمشت شويه عاونت بالموس، وفي الاخر عاد بديت كنعبر. في العبار هذه قاعده اساسيه ديال هاد اصابع الطاقه، يعني مثلا عندنا 200 غرام ديال هذاك السكر او الجاغري، ديما كنقصو 50 غرام من الحبوب او الفواكه الجافه اللي غنديرو معاه. عندنا 200 غرام ديال الجاغري غادي نديرو 150 غرام ديال اللوز، عندنا 200 غرام ديال الجاغري غادي نديرو 150 غرام ديال السمسم او الزنجلان كيف ما كنقولوا له، او عندنا عاوتاني 200 غرام ديال الجاغري غادي نديرو له 150 غرام ديال الحمص، او كان عندي هذاك الحمص بالقشره ديالو الكحله، داك الحمص المحمص اللي كيتباع برا وما بقيناش كليناه، فدخلته شويه الرطوبه واستعملته هنايا، حيدت ليه داك القشره ديالو ودوزته في المقله ولا بحال فريش. وعاد درت عاوتاني 200 غرام ديال الجاغري و150 غرام ديال زرعه الكتان. فاول حاجه غادي ندير اول مرحله هي انني ندوز هادشي كامل في المقله اولا في الفران. انا زربت عليه دوزته في المقله، ضروري هاد المرحله لان ديك الرطوبه اللي كتكون داخل في الفواكه الجافه اولا في الحبوب ولا هذا كتحيد بالحراره. فانا دوزت كلشي في المقله دغيا زربت عليه وعاد بديت كنخدم، يعني ماشي ضروري انهم يتحمروا بزاف حتى يتحرقوا، غير دورهم شويه بحال هكا حتى كتطلعهم شويه الحراره والعافيه تكون منقوصه بزاف. وهنا في زريعه الكتان طاحت عليا الفكره انني نزيد شويه ديال الحبوب ديال القرعه الخضراء كانوا عندي وكيعطيو منظر زوين بحال هكا، يعني ماشي كتجي كلها قويه، في التقطيعه كيجيو شي حبيبات خضرين باينين. فاول حاجه درت هي قطع ديال الحمص. هنايا شديت 200 غرام كيف قلت لكم ديال داك الجاغري، ذوبته كيف ما الطريقه كيذوبوا السكر وكيصايبوا الكراميل نفس البروسيس، كتحطوا فوق المقله على عافيه مهيله ضروري، لان الا درتوها عافيه مجهده غادي تحرق لكم، غادي يجي فيه ريحه الحراق وما غاديش يستق لكم داكشي مزيان. فضروري عافيه مهيله ويكون هذاك الجاغري كيف قلت لكم مهرمش شويه، يعني تعاونوه باش يذوب. كيف ما كتشوفوا هنايا خدمت بسباتولا لان المعلقه الاخرى برصطاتني، وهنايا زدت معلقه ديال الزبده، كنسرع الفيديوهات باش ما يجيوش مملين. هاد المعلقه ديال الزبده تقدروا تزيدوها في الاول او في الاخير ماشي مشكله. دونك انا بقيت كنحرك مزيان، وضروري هاد الجاغري هذا طيبوه مزيان لان عنده واحد الطريقه باش هذوك الاصابع يصدقوا مقرمشين. كيف ما كتشوفوا هنا جبت شويه ديال الماء بارد ولحت فيه شويه غير نقطه ديال هذاك الجاغري، وشفتو هنايا باقي ليا يعني ماشي مقرمش، داك الطريف ماشي تقرمش. دونك طيبتو شويه مازال وعاد زدت هذاك الحمص. ضروري تيستيو هذه القضيه، يعني لا لحتو الفواكه الجافه ولا الحبوب ويعني حيدتو دغيا من النار
غادي يولي لكم بحال قطع بحال شكل النوكا، ما غاديش يولي لكم مقرمش. وهنا ضروري كدهنوا هذاك لا سورفاس فين غادي تخدموا، ضروري تدهنوا الموس، ضروري تدهنوا هذاك المدلك اللي غتخدموا به، لان داك الشيء كيتلصق بزاف وحتى يديكم. وتخدموا بالزربه، هنا خاص يديكم تكون سريع جدا في الخدمه، تكونوا ديجا موجدين لا سورفاس اللي غتخدموا عليها، تكونوا موجدين الزبده حداكم والموس والمدلك. وان فوا تحطوه فوق هذيك البلاصه فين غادي تخدموا، ضروري تزربوا عليه، تقادوه بسباتولا، و لحسيتوا بان يديكم تقدر تمسوه، دونك مسوه ماشي مشكله، ما كيكونش زعما سخون بزاف، شويه يعني راه كيحرق ولكن بالراحه، يعني مسوه بالراحه، قادوه من الجناب باش كيجيكم قطع زوينين. كيف قلت لكم السرعه لازم ضروري في هذا في هذا الوصفه هذه، لان اوفا كيجمد كتكون شي تقريبا 3 أو 5 دقائق صافي راه كيجمد. فكيف ما كشفتوا انا حاولت ما امكن انني نقادو، وهذوك الطروفه اللي شاطوا ليا في الجناب راه غادي نديرهم فحال الشكل ديال عصيوات، تقدروا تسميوهم ولا اللي بغيتوا، شكل بحال شكل ديال عصيوات ديال سميتو، يعني حتى هما ما كيضيعوش، حتى مشكلتهم بالطريقه اللي بانت ليا مزيانه، واحتفظت بهم عطيتهم للوليدات بحال هكا. وهنا راه كيف كتشوفوا راه دغيا كيجمد، راه يعني ما كاملاش 4 دقائق صافي كيشد في راسو، سورتو مع البرد. صافي انا حيدت القطع، قطعتهم هنا بطريقه مستطيله، هنا غندير 4 الاشكال، كل شكل غنقطعو بطريقه. الشكل الاول كيف ما شفتو ديال الحمص، قطع ديال الحمص بالجاكري، قطعتهم بطريقه مستطيله. القطع الثانيه هما ديال اللوز، نفس الطريقه نفس البروسيس، شديت نفس المقله، درت عليها اولا كبيت فيها 200 غرام ديال الجاكري، ذوبته مزيان وزدت عليه معلقه ديال الزبده اولا الزبده الصافيه اللي كان متوفر، غير هي الزبده الصافيه كتعطي بنه زوينه بزاف. وزدت شويه ديال الملحه، نسيت ما زدتهاش في القطع الاولين، فتفكرت دغيا وزدتها في كاع في القطع الماجين، دونك ما تنساوهاش الملحه كتعدل هذيك الحلاوه. وكيف ما قلت لكم هذه القضيه ديال انكم تيستيو هذاك الجاكري، ضروري خاصو يكون يتهرس وفيه ديك القرمشه، ما يكونش معلق. طب كيف ما كتشوفوا هنايا راه معلق شويه، زدت مازال طيبته، راه في نفس الوقت كان تيطيب، وزدت عليه ديك الساعه اللوز. وفاش كتزيدوا الحبوب اولا اللوز، راه خاص يديكم تكون خفيفه باش كتكوطيو، وانتم كتحركوا يديكم في المقله وكتكوطيو هذوك الحبوب اولا دوك الفواكه الجافه بهذاك السكر، يعني ماشي غير كتحركوا وصافي، راه كتحركوه كتغلفوه. وهنا كيف ما كتشوفوا الموس هو عاود تدهنته وسميتو وسرحته فيها فوق هذاك لا سورفاس اللي كنخدم عليها. وكيف ما كتشفتوا هنا شتي نشفات ليا هذا المدلك، نشف ليا من الزبده شويه وبدا كيلصق، دونك ضروري تكون الزبده حداكم، و يعني ديروا الزبده كل مره انكم تخدموا شي حاجه ديروا فيها الزبده باش ما يلصقش ليكم. وهنا كيفاش شفتوا قطعت هاد الطروفه هادو من الجناب، وشنو يعني ما بغيتش نخليهم هكاك، قلت غادي نبقى نبغي نشكلهم بحال شكل دحناش ولا شي حاجه بحال هكا. المهم عطاوني هاد الشكل هذا، هادو هما الطروفه اللي كيتكالوا الاولين. انا فاش يوم فكرت قطع هادو هما اللي كنعطيهم الاولين باش الاخرين تيبقاو زوينين، يعني تيبقاو على الاخر وصافي على شكل محنشه، تقدروا تسميهم طروفه على شكل محنشه. دونك هنا صافي راه كيف شفتوا راه بدات كتنشف ليا شويه، دونك في المومون اللي كنت كنشكل هاد الطروفه هادو راه هي كتنشف، وديك الساعه غادي نبدا نقطعها. هاد الاصابع ديال الطاقه اولا الاصابع ديال الفواكه الجافه والحبوب السكر ديال الجاكري زوينين بزاف وصحيين، كيف قلت لكم كتعرفوا شنو كتعطيو لوليداتكم، كتعرفوا شنو كتاكلوا نتومايا، فكنصحكم ديروهم في الدار. وهذا السكر هذا
كنظن ما عنديش فكره صراحه واش موجود في المغرب ولا لا، ولكن الناس ديال اوروبا وامريكان راه تلقاوهم في المحلات الاسيويه، الهنود والباكستان كيبيعوهم بزاف، لان هي اصلا هذا سميتو هذا البروسيس ديال تذويب ديال قصب السكر وهذا كاين عندهم في المنطقه الهندوستانيه بزاف. فكيف ما كتشوفوا هنايا هادو قطعتهم على هذا الشكل، يعني شكل مختلف، بقيت كندور هنا وهنا كنشوف كيفاش نقطعهم، وفي الاخر قطعتهم على شكل معين. تقدروا ديروا اي حاجه كانت عندكم في الدار، ماشي ضروري تقيدوا هادشي اللي كندير انا. انا هادشي اللي كان عندي في الدار هو اللي درتو، تقدروا ديروهم غير بالزنجلان. الزنجلان مزيان وفيه غني بالكالسيوم، مزيان للوليدات في بلاصه مثلا لما شربوش الحليب راه غادي ياكلوا هذاك الزنجلان، وكيف ما كيقولوا الاطباء معلقه واحده ديال الزنجلان تساوي كاس ديال الحليب، يعني بنسبه الكالسيوم اللي فيها. دونك الا درتو غير هذوك ديال الزنجلان راه فيهم فائده كبيره. تقدروا ديروا زريعه ديال حبوب الكتان، اللوز، القرقع. هي صراحه ما عمري نطقتهم انا بالقرقع وما عمري ما شفتهم هنايا بزاف. انا شفتهم هنايا في الحوانت ديالهم، هنا كيبيعوهم بالحمص بزاف وبالكاوكاو. الكاوكاو كيجيو واعرين، انا ما كانش عندي الكاوكاو، تيحمقوني انا بالكاوكاو. وسميتو شفتهم انا عندهم هنا بالحمص بزاف، بالكاوكاو بزاف، وبالزنجلان. فهذه ديال زريعة الكتان وديال اللوز هي يعني وصفة شخصية كنديرها انا وكتعجبني وكتعجب وليداتي، فبقيت كنديرها ديما. تقدروا ديروا ميكس هذاك الشيء اللي عندكم في الدار، مثلا عندكم البقايا ديال الفواكه الجافة تميكسيوها كاملة، ديروا 150 غرام و 200 غرام ديال هذا السكر هذا، وتطلعوا بواحد الحلوة زوينة. هنا في المرحله الثالثه اولا في الاصابع الطاقه ديال السمسم، نفس المرحله درت جاكري، ذوبته، زدت عليه الزبده شويه الملحه وطيبته، تيستيته في الماء، وعاد زدت حبوب السمسم او حبوب الزنجلان، وتيكونوا ديجا محمصين كيف قلت لكم، وكتحركوا يديكم دغيا دغيا باش كتكوطيو هذاك الزنجلان بالسكر. ونفس القضيه راه كديروا الزبده، راه هذه ضروري منها باش ما يلصقش لكم، وكتكبوا دغيا دغيا وكتشكلوا الشكل اللي بغيتوا. كيف قلت لكم ضروري يديكم تكون زربانه زربانه زربانه، يعني ما تكون حتى شي حاجه اللي شادكم في هذاك الوقت، وين فتحتوه فوق سميتو تزربوا عليه كيف كنقولوا. وهنايا هاد الطريقه هاد الطرف اللي شاطو ليا بما انه كان باقي شويه رطب، ما يعني ما نشفش ليا بزاف مازال، شديت هذوك الطروفه وكورتهم، كيعطوني بحال شكل كويرات ديال الزنجلان صافي. هنا قطعتهم كروات عاديين، يعني مربعات صغيرين بشكل مختلف على الاشكال الاخرى. وهادو انا تيحمقوني هادو ديال الزنجلان، تيجيوني زوينين بزاف. والنوع الرابع كيف قلت لكم اللي كيعجبني حتى هو بزاف هو ديال زريعه الكتان، حتى هو درت ليه نفس الطريقه، ذوبت السكر، زدت عليه معلقه ديال الزبده وشويه ديال الملحه، وطيبته مزيان، وزدت حبوب ديال زريعه الكتان وكوطيتهم مزيان، عاد حطيتهم في لاسورفاس وبديت كنخدم عليهم. وهما قطعتهم بطريقه مثلثه كيف ما غتشوفوا معايا. فكيف ما كتشوفوا انا هنا درت عاوتاني المحنشه، هاد المحنشه هادي ديما كنديرها غير بالبقايا ديال سميتو ديال الطروفه،
مهم هنا قطعتهم كيف قلت لكم بشكل مثلث. تبارك الله هو التبصيل ديالنا، تبارك الله فيه يعني حلويات مشكله من هذا الشيء ديال الجاكري او القره كيقولوا له هنا باللغه الارديه القره، ومقرمشين. فاش كتخليوهم ينشفوا راه كيوليو مقرمشين مزيان ولذاد بزاف. كنتمنى تجربوهم. شكرا لكم على المشاهده، تهلاو في راسكم، بسلامه.